مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم ملفات المجتمعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدينا الكرام. تناولنا لقاء في لقاءات كثيرة ماضية مجموعة من الحلقات تتكلم فيها عن السوشيال ميديا وتأثيرها في المجتمع، وتكلمنا في لقاء من اللقاءات الماضية عن التيك توك واليوتيوبر بشكل عام، وقد إيه الناس النهاردة بقوا متعلقين بشكل كبير جدا بهذه المهنة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له. قلنا كتير من الشباب النهاردة لما تقعد تتكلم معاه: نفسك يا حبيبي تطلع إيه لما تكبر؟ فبدل ما كانوا بيقولوا زمان بقى زي ضابط ومهندس ودكتور ومدرس وأستاذ وما إلى غير ذلك، أصبح النهاردة كتير من الشباب يقول لك: أنا عايز أبقى يوتيوبر، عايز أبقى تيك توكر، عايز أبقى حد من الناس المشهورة في المجتمع حتى لو كان بيقدم تفاهة. تقول له: حتى لو كان بيقدم تفاهة؟ يقول لك: ما هو التفاهة النهاردة هي اللي بتجيب، التفاهة النهاردة هي اللي بتعمل الشهرة، التفاهة النهاردة هي اللي بتعمل فلوس. هات لي كم أستاذ جامعي وكم حد من المهندسين المعروفين الكبار وكم 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 حظي من بنسبة شهرة كبيرة جدا في المجتمع، وحظي أيضا بأموال كثيرة جدا في رصيده البنكي. وكأن الناس أصبحت تقيس الآن أهمية الفرد أو حتى مكانته المجتمعية كونه مشهور أو حد غني ولديه ثراء سريع. كتير من الشباب النهاردة بيقول لك: أنا النهاردة لما أطلع وأتخرج بعد ما أدرس 16 سنة على مدار المرحلة بتاعت مراحل التعليم الدراسي، هطلع إيه يعني؟ هتديني كام؟ يعني إيه اللي هتقبضهولي؟ أنا النهاردة أقل شاب من الشباب اللي بيطلعوا النهاردة على اليوتيوب والتيك توك وإلخ، كتير منهم أميين يمكن ما بيعرفش يفك الخط، لكن بيعرف يشغل موبايل وبيعرف يشغل الكاميرا كويس جدا، وبيعرف يطلع يعمل لايف للناس يتكلم فيه عن شوية تفاهة، والناس تقعد تكبس له طول الليل، وفي الآخر يجيب شوية فلوس زي الفل ويبقى واحد من المشاهير في المجتمع. واحد من دول طالع على شاشة من الشاشات الكبيرة بيقول لك: أنا لما سافرت الدولة الفلانية استقبلوني في صالة كبار الزوار عشان كان مدعو من مكان معروف، وهو أصلا ما بيفكش الخط، وهو أصلا حد يعني بيقدم التفاهة بكل أنواعها. لذلك خطورة ظهور هؤلاء في عدد كبير من القنوات التلفزيونية وعدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي بيخلي كتير من النشأ حتى المتربيين في بيئات محترمة، حتى المتربيين في بيئات راقية، يقول لك: لا، أنا عايز أبقى زي ده، مش عايز أبقى زي عمه التاني ده المهندس والدكتور وإلخ، لأن في الآخر جاب كام وعمل إيه. كتير النهاردة في المشاكل اللي بنسمعها من الناس بقينا بنسمع مشاكل ما كناش بنسمع عنها بالشكل الكبير ده، يعني مشاكل الانتحار اللي أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا خاصة في الأرياف. كل شوية تسمع ان بنت خدت حباية غلة واتكلت على الله، ولد اتشاكل مع اهل بيته حصل شوية مشاكل ما جابش المجموع اللي هو عايزه في الثانوية العامة، وده بيحصل يمكن كل سنة لا سيما في مرحلة الثانوية العامة، خد حباية غلة ومات. حد من الشباب طلع عامل مشكلة من لا شيء، ورط اهله ورط كل اللي حواليه عشان خاطر موضوع تافه ولا حول ولا قوة الا بالله. نتكلم النهاردة عن كمية مشاهدة الافلام الاباحية اللي اصبحت الان تحظى الاولى مشاهدة في العالم كله، ولا سيما حتى في البيئات العربية والإسلامية. يعني من المفترض أن هناك قيم ودين وأخلاقيات تمنعنا من هذا تماما، لكن النهاردة الشباب أصبح لا سيما في ظل هذا الغلاء الاقتصادي اللي أصبحنا بنعيشه في هذا المجتمع، والآن مع تعصر موضوع الزواج والغلاء الفاحش اللي بقينا بنعيشه، بقى خلاص بقول لك: أنا مش هتجوز، أنا ما أقدرش، وقاعد ليل ونهار على مواقع إباحية. هات له بقى 100 شيخ و200 شيخ يكلموه عن حرم الدم ويقول لك: ما أنا عارف إن ده حرام، وانا بقول لك انه حلال. هل انا طالع وجاهل بالمعصية؟ انا عارف ان ده حرام بس هعمل ايه؟ اصبحنا في مجتمع الان يعاني من شيء يسمى بالهشاشة النفسية. يشرفني ويسعدني على طاولة من الحياة ان نفتح هذا الموضوع المهم مع ضيفي هذه الحلقة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ سالم ابو غالي الداعي الاسلامي. اهلا ومرحبا بك. الله يحفظك، نورتنا وشرفتنا. الله يكرمك. الله كما ايضا اسعد واشرف في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الاستاذ الدكتور احمد كامل العوضي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا ومرحبا. اهلا بك استاذ عمر، نورتنا وشرفتنا. نورك يا فندم. ايه حكايه الهشاشه النفسيه؟ الهشاشه النفسيه ده يعني طبعا هو مصطلح سائد في هذه الفتره، ينم عن ما يحدث داخل المجتمع من وهن وضعف وعدم تحمل افراد المجتمع لاعباء المجتمع. دي الفكره. هو المجتمع بيتطور ولا بيتاخر؟ المجتمع المفروض انه بيتطور. ولكن بيتطور اذا كان تطور على مستوى الاقتصاد او على مستوى الصناعه او على مستوى كده، لكن على مستوى الفرد فنجد ان الهشاشه النفسيه بتجعل الفرد غير منتج، فبالتالي بيتاخر على مستوى الافراد. فالتاخر ده يعني الوهن او الضعف النفسي ده بقى اكثر كثيرا للاسباب اللي حضرتك تفضلت قلت منها بعض الاشياء اللي هي غياب القدوه و
الكسب السريع وانتشار السوشيال ميديا وان لم تكن هناك قدوة ان انا لاصل لهدف محدد فلابد ان يكون عندي المثابرة والقوة النفسية والمرونة النفسية وهي ضد الهشاشة النفسية. تصدير نماذج في المجتمع زي اللي احنا اتكلمنا عليهم في البداية بداية الحلقة وناس تافهين ويصدروا للعامة من خلال وسائل الإعلام ومن خلال السوشيال ميديا وأصبحوا ما يشار إليهم الآن بالبنان ويصطفوا في هذه الاستضافات الفخمة إنجاز التعبير اللي احنا بنقولها في بداية اللقاء يجعل كثير من الشباب حتى المتعلم واللي أفنى حياته في الدراسة وتفوق فيها بيجيله شيء من الوهن النفسي، شيء إن معنوياته بتتحطم تماما لما يلاقي إنها بعد كل العناء ده وبعد كل المذاكرة دي وبعد كل التعب والفلوس اللي أهلي صرفوا عليا بيها من دم قلبهم في الآخر أنا ولا حاجة ودول هم اللي بيشار لهم بالبنان. هل ده بيحصل فعلا؟ ده يعني ده الهشاشة النفسية دي لو تكلمنا عنها من خلال المفهوم اللي حضرتك قلت عليه إنه بدأ يبذل مجهود ولم يصل إلى شيء وفي ناس لم يبذلوا أي مجهود ووصلوا إلى ما يسمى بالبريق اللي هو كل شيء بالنسبة للشباب اللي هو في الآخر زي ما حضرتك قلت الثراء السريع او الاحساس بالنرجسية انه اظهار كل المحاسن اللي هي الايه اللي هي نقول ما فيها نوع من بريق ولكنه بريق كاذب البريق مزيف البريق المزيف ده داخله ضعف نفسي شديد جدا فبيحاول هذا الفرد اللي هو خد الطريق اللي هو بتاع الطريق السريع ده انه يصل الى طريق الثراء وطريق الابهار الاخرين من خلال تغطيه الضعف النفسي بانه انا مسؤول الناس كلها بتحبني الناس كلها بتستقبلني الناس كلها كذا وكذا وكذا بيقدروني بيعوض النقص اللي عنده في ده نعم والناس دي اكتر يعني لما تلاقي كتير منهم قاعد النهارده على وسائل التواصل الاجتماعي وفي شاشات وفي القنوات قاعد يعني يبهر الناس بسياراته وفيلاله والاماكن بتاعته رغم الناس كتير بيقول لك خاف على نفسك من الحسد لكن هو حابب يظهر ده لان ده بيعوض حاجه عنده هو اكثر الناس خواء نفسيا هم الناس دي هو ضعيف جدا من جواه فبيحاول يظهر ان انا قوي فيستمد قوته من الاخرين من اعجاب الاخرين فده بيخليه طول الوقت فعشان كده بعد شويه كده اذا بريق الكاذب ده صرف عنه لسبب من الاسباب فاكثر واحد بيخش في اضطرابات نفسيه وامراض نفسيه وبالتالي بنلاحظ احنا عندنا حتى في العيادات من خلال الناس اللي بيقولنا بعض الناس عندي في العيادة ان هم اللي داخلين في مثل هذه الاشياء انه بعد شوية يجي يقول لك ايه انا ما فيش معنى لده خاصة اما الايه لان احنا في الاول السوشيال ميديا ديت بترفع ناس وتضع ناس كل شوية ترند زي ما بقوله فالترند ده بيخليه هو طول الوقت عنده القلق والتوتر المستمر انه يحافظ على هذا البريق الكاذب فالبريق الكاذب ده بعد شوية ده في ناس لما بيخش ليه عدد اللايكات قل عن الطبيعي بيخش في حاله نفسيه سيئه جدا تمام يعني هو للاسف في منهم اطفال يعني يعمل بوست معين او فيديو معين عامل مقلب فيه مع حد من زمايله واصحابه واخواته يخش الايه ما عجبش الناس يخش في حاله نفسيه فظيعه يعني هو ما هو ليه هو تغذى على ذلك يا استاذ عمر يعني تغذى على ذلك معنى الاسره دعمت ذلك الاسره قالت له ايه اعمل واعمل تيك توك واعمل كذا واعمل كذا ولم لايكات فطول الوقت قاعد نايم صاحي بفكر في اللايكات طب هل مثل هذا الطفل او المراهق او حتى البالغ اللي هو لسه ده هيكون عنده قوه نفسيه انه يواجه مشكله حقيقيه ويواجه اعباء مجتمع انه اعباء مسؤوليات بلاش مجتمع مسؤولياته هو الشخصيه لا هو تعود ان زي ما حضرتك تفضل انه يجيله الكسب السريع طب عشان يبذل مجهود ياخد الكسب اللي هو المتوازن بشتغل شغله باخد قدها لكن انا ما بشتغلش حاجه زي ما حضرتك او تفاهات وفي الاخر بكسب كسب يعني زائد جدا فبالتالي هو تعود انه على الضعف انه هو ما يقدرش يواجه مسؤولياته هو الشخصيه وده مسؤول بعد كده على انه يكون اسره ويبقى مسؤول عن اطفال فالناس دي كل مواقع اخباريه شيخ سالم بتتناول دلوقتي عن ممثله معروفه خفتت عنها الاضواء بقت اصبحت الان مشهوره من ضمن مشاهير التيك توك بتعمل فيديوهات معينه غلطت بشكل ما في حد من الناس او في حد في المجتمع عن طريق التيك توك فالناس اصبحوا ما بيدعموهاش مش بيكبسوا لها انجاز التعبير وبالتالي دخلت في حاله نفسيه سيئه جدا وظهرت في لايف عماله بتعيط وتبكي ومنهاره وبتقول الناس بتطلب منهم السماح سامحوني انا عايز ارجع تاني عايزاكم تدعموني زي ما كنتوا تدعموني زمان متخيل الوضع وصل ليه هل هذه شخصيه سويه اذا قلنا الشخصيه السويه في احنا برضو بنرجع تاني في ايه في اما اقول شخصيه سويه احطها على المعيار ايه المعيار بتاعي في عندنا معيار اسمه الصحه النفسيه
هل انا صحيح نفسيا ولا مش صحيح نفسيا؟ صحيح نفسيا كان زمان منظمة الصحة العالمية كان قبل سنة 48 كان يقول لك الصحة النفسية هو الخلو من المرض النفسي. انا ما عنديش مرض يبقى انا صحيح نفسيا. لغوا التعريف ده، ما بقاش ماشي معانا. ليه؟ لان انا ممكن ابقى صحيح نفسيا ما عنديش مرض بس قاعد في البيت ما عملش حاجة بعمل تفاهات. ما انا هو ما عنديش مرض. لكن وجد ان الصحة النفسية مفهوم الصحة النفسية الستاندر او المعيار اللي انا هقيس عليه مثل هذه الشخصية هلاقي ان هو عملية من التكامل النفسي والبدني والاجتماعي والروحي الديني كمان. فالتكامل ده وفي الاخر بيسموها حالة التمام او الرضا الذي يشعر فيها الفرد بانه متكامل نفسيا واجتماعيا وبدنيا وروحيا دينيا. فاستحالا مثل هذه الشخصية يكون عندها واحد من دول اساسا يعني. اشكرك فضيلة الشيخ سالم. تصور حضرتك بقى عن اللي بيحصل في مجتمعنا والهشاشة النفسية التي الان اصبحت منتشرة بشكل كبير جدا حتى في الشباب اللي بنقول عليهم ان هم شباب متعلم وفاهم ومثقف، من زي ما كان حتى الدكتور احمد بيقول ان قبل 48 او في 48 كانوا بيتكلموا ان مجرد خلوك من المرض النفسي فانت صحيح نفسيا. طيب بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الاول انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم، يعني الكلام جميل والله. الله يرفع قدرك. اللي احنا عايزين نوصله بقوه للشباب في مساله سبب كبير من اسباب الهشاشه النفسيه دي، زي ما حضراتكم تفضلتوا، هي ملخص الموضوع وهي الانا. الجيل الجديد بقى صار عنده الانا، انا فقط بقى محور العالم انا. ولذلك لما تيجي تبص على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الدعم النفسي اللي كان موجود عند النبي من وهو طفل تربى في يعني من 4 لـ5 سنين في 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 محيط معين، وكان دي عادة العرب عشان يطلع ايه؟ يطلع صلب نفسيا. يرتضع مثلا من المكان الفلاني ويبقى، ومش هو لوحده لا، هم كانت عادة العرب كده. فتعال شوف النتيجة بقى الطبيعية للنبي لما خرج من الطائف والكل بيحاربه حتى أدميت قدميه، ونزل جبريل. تخيل بقى هو جبريل نازل في حدث عامل ازاي. وحالة النبي النفسية ساعتك عامل ازاي، ويقول له لقد سمع ربك قول قومك لك وإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. تعال بقى شوف نظرة النبي التانية، شوف الصلابة النفسية في شدة الألم. ويقول له لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم نسمة توحده. فشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو لما نزل جبريل في أول البعثة على النبي قالت له السيدة خديجة إيه؟ والله لن يخزيك الله أبدا. إنك إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. لو جيت تبص للأصناف اللي ذكرت كلها في النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني بتدور حول خدمة الآخرين. النظرة للمجتمع دايما معين للمجتمع، ما هو الشخص أناني، مش شخص قاعد طول النهار قدام التيك توك ولا قدام اليوتيوب ولا قدام الفيسبوك مستني مجموعة لايكات والدنيا تتقلب ويخش في حالة اكتئاب لو صاحبه ما عملوش لايك، لدرجة ان بقى دلوقتي بقت في حساسية الكترونية. لو زعل من صاحبه ما يخشش على الحالة بتاعته اللي عاملها على الواتس، فيفضل متابع يشوف هو دخل ولا ما دخلش، دخل ولا طب ما دخلش، لا يبقى كده ايه، بقى في مشكلة بيننا وبين بعض ويزعل ويعمل مشكلة. واحدة مثلا صاحبتها مثلا ما عملوش مثلا شير ليها، ما عملوش مشاركة ليها في حاجة معينة، حتى بين المخطوبين بتلاقي ممكن تطلع كمان وتنفصل عشان ده عمل ده كلمني بالطريقه الفلانيه. في هشاشه موجوده. صحيح. اثر التربيه، اثر ده هشاشه وصلت لمرحله انه بيشتروا لايكات مزيفه دلوقتي. تخيل. هو عايز يظهر، مش لاقي لايكات في المجتمع حقيقيه. يشتري لايكات مزيفه، هو عايز يظهر بمظهر معين يرضي بيه نفسه. يرضي شهوته، يرضي هو كل واحد فينا عنده، لكن هو هنا بيرضي نفسه ولا بيتظاهر امام الناس ان هو حد هو عايز هو بيشبع قبول عند الشعب يعني. هو بيشبع نفسه بالامر ده لان هو ما يعرفش طبيعه الحياه. ما يعرفش طبيعه الاخره، ما يعرفش طبيعه التعامل مع الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الست لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله اني اسرع واتكشف فادعوا الله لي، النبي ما رفعش ايديه وقال لها يا رب اشفيها، لا، ده النبي بدأ يفهمها بسؤال بسيط خالص او بعرض،
بيلخص لها ملخص الحياة وملخص المشكلة اللي عندك دي. نعم. فقال إن شئتي دعوت الله لك فشفيتي، وإن شئتي صبرتي ولك الجنة. يبقى هنا العرض اللي النبي بيديه لها، كان مع إن كان ممكن النبي يرفع إيديه ويدعي لها وخلاص. الست بدأت هنا بقى إيه تتفاعل مع العرض، بدأت تتفاعل مع الواقع، لأن دي يعني دي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن صبرت لي الجنة؟ قال نعم. قالت أصبر يا رسول الله وادعو الله ألا يتكشف. نعم. تخيل الست دي معرضة إن هي هتتكشف في هتتحدف بالحجارة في الشارع، وهيتقال عليها مجنونة، وطبعا أكيد هي من يعني لها أسرة وبيت، فهيتقال لها يا مجنونة ويا هبلة ويا كذا ويا كل ده بالمصطلح بتاعنا يعني. واخد بالك؟ رضت بكل الأمر ده ليه؟ عشان في مقابل في الآخرة، في نعم. مقابل. هل ده الشباب مستصحبين ده؟ زي مثلا لما طلع بعض اللي مش عايز أذكر أسماء، لما طلع من فترة كده بيتكلم على موضوع الفلوس والفلوس بتاعتي ديت، هل يجوز إن أنا وعايز حد من الأزهر يرد عليا؟ تكسب من الغناء وكده. واخد بالك؟ هي أنت المشكلة عندك يعني. حتى هو بيتكلم مثلا مع والدته، في فيديو كده جاي مع والدته، والدته جزا الله خير يعني وربنا يبارك فيها ويثبتها يعني. فبتقول له يا ابني إن مش دي الحياة، مش دي الحياة اللي بجد، أنا عايزك تبطل الحاجة دي. فرد عليها وقال لها هسدد الأقساط منين يا أمي؟ وكأن الحياة بقت إيه مجرد عن فلوس ومادة فقط. طب فين صهيب الرومي لما ضحى بماله كله؟ يعني هو كان مجنون مثلا ولا حاجة؟ لا، ده هو ده عين العقل، ده ربنا نزل فيه آيات على طول وهو داخل المدينة. قبلوه ربح البيع وأبا يحيى ربح البيع، قال لهم ربح البيع، قال لقد أنزل الله فيك آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالناس دي هي دي ده العاقل. واخد بال حضرتك؟ فأنا عايزين نقول للشباب، لكن تعرف عودا على كلام ما تفضلت به، يعني هو ما تكلم في مسألة إن هو عايز حد يفتيه من مشايخ الأزهر بأنه يجوز أن ينفق هذا المال ويعيش فيه حياته، إن المال ده مش مال حرام، إلا لأن هو نفسيا من جوه يعلم تماما إن هذا المال مال حرام. الفطرة موجودة. لا، وغير كده فضيل الشيخ سالم، هو سبحان الله الشاب ده، وأنا أقول اسمه عمر كمال، عمر كمال كان بيسجل شرايط الشيخ محمد حسان. تخيل يعني، وكان بيبيع شرايط الشيخ محمد. هو نشأ في أسرة ملتزمة، يعني أم وست منتقبة، ويعلم تماما الحرام من الحلال، لكن هو الواحد تعرف إنه هو بيرضي نفسه بمثل هذا الكلام. طب هل إحنا مثلا، معلش يعني، هل إحنا مستفيدين حاجة بالكلام اللي إحنا بنقوله له؟ مستفيدين استفادة مادية؟ لا خالص. أبداً، والله أبداً. إحنا القصة وما فيها إيه؟ إن إحنا بنحب له الخير، له صحيح. ولغيره. يعني إحنا مش عايزينك تبقى قدوة في الشر، عايزينك تبقى قدوة في الخير. صحيح. يعني عايزينك تبقى، معلش يعني، أنا مضطر غصب عني إن أنا بتكلم دلوقتي والأستاذ عمر بيتكلم والدكتور بيتكلم ليه؟ أنت بقيت سبب، ما تزعلش مني يعني. أنت بقيت سبب دلوقتي إن الشباب عايزين يقلدوك. أنت وصلت رسالة سلبية لكتير من الشباب إن النجاح هو ده. نعم. وفي الآخر كمان عايز تنظر لمسألة المال الحرام اللي أنت متأكد من جواك أنه حرام. إن والدتك نفسها الله يبارك فيها، ووالدك معرفش هو موجود ولا مش موجود، إن كان ميت الله يرحمه، كان عايش ربنا يبارك فيه، أكيد التربية اللي أنت طلعت صحيح. فيها أكيد تربية كويسة اللي مخلياك لسه لازلت قلبك موجود، عندك تنيب ضمير. بدليل أنا لو سألت عمر دلوقتي، ربنا يا رب يصلحه ويهديه يا رب. لو أنا سألته دلوقتي وقلت له يا عمر، تقبل ان انت تموت وانت على المسرح بالطريقه دي؟ هيقول لك لا. ترضى يا عمر انك تموت وفي راقصه موجوده على مسرح وانت قاعد بتغني؟ الطبيعي، الفطره يعني، الطبيعي انا مش هقول الدين، هقول التربيه اللي انت حتى تربيت عليها. هيقول لك لا، انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده. طب بالله عليك يا اخي، انت ما انتش قابل انك تموت في حدث زي ده، هتقبل ماله ازاي وتتصدق؟ ده واجب عليك ان انت تطلعه، واجب عليك ان انت تتخلص منه، وليس لك فيه اجر. اجرك في التوبة الى الله. مش في ان انت تم تاجر المخدرات. يقولك انا هتاجر في المخدرات وهنغنغ الناس وهدي وهدي يمين وهدي شمال، وعندي ناس فقيرة وناس عايزة تغسل الكلى وعايزة. طب ما يتاجر في المخدرات الراقصة، طب ما هي هتعمل نفس الكلام. هل بذلك هي حللت مالها؟ لا. ده واجب عليها التخلص من المال ده، وواجب عليك التوبة والرجوع إلى الله. نعم. سبحانه وتعالى، فكون قدوة للشباب. ذكرتني أنت بحرامي في منطقتنا. أيام الثورة كان يوقف على الطريق العام، كل ما عربية عزكم الله تعدي محملة بهائم، يوقف العربية ياخد البهائم ومشي العربية.
وكان على كل عربية هو يسرقها يذبح ذبيحتين لله. الله الله لدرجة ان الناس كلها تقف تنتظر يطهرها ليه. يعني مثلا هو سرق ست بهايم طلع نزل بهمتين ذبحهم ووزعهم لأهل البلد. نعم نعم أمر عجيب. إن الله طيب. وهو من الحاجات حتى الجميلة حتى هو بيكتب قال إيه؟ فبيقولوا لي إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. طب ما انت عارف هو يا عمر يا نعم. فانت انت انت عارف. انا بس اللي انا عايز يعني اقولها له ككلمه اخيره هو مع ان احنا مش ده اصل الموضوع والله نعم. يعني ممكن لعل الله ساق هذا الكلام على لسانك. سبحان الله والله ما كان ولا كنا مجهزين للكلام ده ولا كان نعم. عندنا الكلام ده. اللي انا عايز اقوله له خلاص هي ايام وستلقى ربك سبحانه وتعالى. انا نعم. لو قلت لك ان في اغنى راجل في العالم اثرى راجل في العالم قال لك تعالى اخدمني و10 سنين بلاش 20 سنه وهديك كل ما املك هل هترفض؟ انا مش هديك حاجه دلوقتي بعد ال10 سنين ولا 20 سنه هديك كل حاجه عندي هترفض؟ كلنا هنقبل العرض ده لان عندنا شبابنا بيفضل بال20 سنه في السعوديه ولا في اي دوله من دول الخليج عشان في الاخر يعمل بيت وعربيه وكذا وكذا. نعم. طيب العرض ده انت ترفضه؟ لا مش هترفضه. طيب انت مصدق بقى ربنا ولا لا يا عمرو يا عمر؟ نعم. انت مصدق ربنا؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانت دلوقتي بتمتحن وتختبر، بتمتحن في شهرتك، بتمتحن في المال اللي داخل لك، بتمتحن في البذل والتضحيه، بتمتحن انك ممكن تبقى قدوه حسنه للشباب. ما احنا عندنا ما شاء الله فارس حميد ربنا يبارك فيه كان في في في, في ثانيه في وقت وجيز جدا كان هيبقى زيك وكان هيبقى عنده وهيبقى ولكنه رفض كل ده عشان ايه؟ عشان في مقابل بيستناه هياخده في الاخره. نعم. انا عايزك تبقى كده. يعني فدي دعوه من هذا المنبر يعني ان يتوب. احنا برضو والله ما بنحاربه والله. نعم. نريد له الخير كما نريده لانفسنا. نعم. واخذ كلام حضرتك من الصوره ديت. الصوره دي برضو بتنم على ايه؟ ان الانسان دايما ما يعني ما زال فيه الصراع ما بين القيم والحق والباطل. نعم. او الخير والشر. نعم. وهديناه النجدين. نعم. فالخير والشر الصراع ده موجود واحنا عندنا في الطب النفسي الصراع ده موجود وهيفضل موجود جوه الانسان فينا. والانسان فينا بيجاهد رغباته لان في الاخر هي رغبات مكبوته. والرغبات ديت كلها رغبات فيها العدوان فيها التملك فيها الغريزه فيها الجنس فيها كل الرغبات ديت. والجزء اللي بتاع الانا الاعلى اللي هو المسيطر اللي هو الضمير سميه الضمير هو النفس الايه اللوامه اذا خدناها كده طول الوقت بتكبح هذا الجماح. صح. نعم. فهيفضل الايه الصراع ده واللي بيقدر بقى انه يكبح هذا الجماح الفتن دي. نعم. كلها. فده بيكون عنده قوه نفسيه وعنده مرونه نفسيه وصلابه نفسيه انه يتعامل مع كل الظروف. ده اللي بيتكلم فيه. فده يعني دي علامه طيبه في الحديث اللي حضرتك بتكلم عليه. شكرا. مشاهده الافلام الاباحيه بهذا الانتشار الكبير واصبحت الان هي المشاهده الاولى عالميا ولا سيما في الدول العربيه والاسلاميه. نعم. والحلقه الا بالله. نعم. هل ده ايضا بيعكس هشاشه نفسيه عند الشباب؟ للاسف يعني زي ما حضرتك بتقول يا استاذ عمر مش قصه ان هم بقى مشاهده بس. انا في الفتره الاخيره في السنتين ثلاثه الاخيره نسبه كبيره جدا من المترددين على العياده عندي من الشباب بالذات الفئه العمريه من 18 ل وانت طالع يمكن لغايه ال 50 كمان بيعانوا من القلق والاكتئاب بسبب زي ما حضرتك تفضلت ان هو مشاهده هذه الافلام لدرجه ان بعض المتزوجين خد بالك للاسف بيدمنوا على ذلك وفي نفس الوقت ولا ترضيه زوجته ولا ترضيه العلاقه الطبيعيه. نعم. وبالتالي ده بيجي وبعضهم وصل به الامر ان هو يجبر زوجته على مشاهده هذه الافلام الاباحيه. نعم. معه اثناء العلاقه. لا للاسف. نعم. انا بشوف دي في العياده. نعم. وبيجي بقمه الاكتئاب وقمه وبيكون عنده نوع من الايه الغريزه اللي هو اللي هي بتاعت ما تسمى بادمان دخلنا. نعم. في ادمان كده. نعم. طيب فانا بتكلم ده دي نقطه داخله في الادمان زي ادمان السوشيال ميديا وادمان الانترنت وادمان الافلام الاباحيه وادمان الفيديو جيمز. نعم. او البلاي اللي هي الالعاب الالكترونيه. تمام. وادمان الشوبينج كل ديت انواع من انواع الادمان بسبب برضو غياب القدوه وانتشار كل الوسائل المتاحه لان حته ان هو الوسائل دي متاحه فما اسهل ان يكون اطلع الموبايل فحته اتاحه زي بالظبط. نعم. انا المواد المخدره هو ايه اللي حادد من المواد المخدره مش متاحه زي مش متاحه بالشكل المتاح زي ما في ايدي اطلع ده. فموضوع الافلام الاباحيه لو رجعنا له موضوع خطير جدا والوازع الديني فيه كبير جدا والوازع الديني بيستلزم من الفرد نفسه
والسوبرفايزر اللي هم مين النشأ اللي هم المسؤولين عن التنشئة الأسرة. فين الأب وفين الأم؟ أنا سايب الموضوع سداح مداح. بس ونسبة غياب القدوة حضرتك مش شايف برضو أن في كتير منهم متربي في بيئة صالحة وناس محترمين وناس مثقفين وما إلى غير ذلك ومع ذلك الولد يطلع يعني بيدمن مثل هذه الأمور؟ القدوة تعني الإشراف. الإشراف نعم. نعم ليست القدوة فقط. هل أصبح النشأ الآن في مجتمعنا يقبل فكرة أن حد يبقى يعني بيراقب عليه أو بيشرف عليه أو بيقوله هات لي ابني تليفونك أشوفه؟ يعني النهاردة الأب والأم ما يعرفش يقول لابنه حاجة كده يعني هي والله يمكن الزوج ما يعرفش يقولها لزوجته. الموضوع الموضوع ما ينفعش يجي فجأة. بس برضه خلينا نكون واقعيين يعني صحيح. العيل بيبقى لسه صفلوط صغنن كده وعامل باسورد للتليفون ونمط وحاجات عجيبة. طيب من سمح له بذلك؟ إيه؟ من سمح له بذلك؟ ده دايما الطفل هو ده بيكلمك يعني عن الخصوصيه يا دكتور كائن ضع... العيل صغير يقول لك خصوصيه. خد بالك هو جيل مع ان الجيل مختلف الا ان انا برضو في نفس الوقت بقى ايه بقول في الاخر كلكم راعين وكل مسؤول عن رعيته. نعم. فاذا كان الاب والام هم اللي سابوا الموضوع انا مش هاجي فجاه بعد ما ادي امنع. فالمنع لازم يكون له سبب زي المنح لازم يكون له سبب. نعم. المنح ده لازم ممكن يكون لكن حضرتك واقعيا كلامك جميل جدا. واقعيا حضرتك شايف النهارده ان الاولاد يتقبلوا فكره ان الاب يجي يرغمه على فك الباسورد وانه يشوف تليفونه ويراجع فيه وكده؟ بعد ما يكون سبت له المنح ده هيبقى الموضوع صعب ومحتاج تدريب ومحتاج ان انا اواجهه ان في مشكله معينه وان ده بيضيع وقتك. مش هقول له ان هو انت بتشوف افلام بحي ما ينفعش. تمام. ما ينفعش ادخل له كده. الا اذا كنت انا اصل الفكره مش في الاباحيه بس الفكره ان هو عايز يطمن عليه في حاجات كتير. تمام. يعني حتى في الشات بينه وبين اصحابه وبينه وبين زمايله. النهارده اصلا الاب قد يكون ليس عنده القدره حتى انه يتكش انه يفحص التليفون حتى لو من غير باسورد. ما هو لان يعني الاولاد النهارده عندهم قدره عجيبه في اخفاء امور كثيره جدا تخفى عن الاباء والامهات. ما يقدرش اصلا ان هو الفكره. نعم. انا بتعامل مع مين؟ بتعامل بانهي مرحله سنيه؟ فالمراهق لو جيت له بهذا الاسلوب لن يتقبل ذلك. صحيح. المراهق يحصل صدام طعم من طبيعه المراهق العناد والعدواء والايدنتيتي. عايز انا بس انا يعني انا ليا شخصيتي. نعم. والاستقلاليه. ده مين؟ ده المراهق. نعم. فانا حاجه اكسر كل الحاجات دي كلها عشان اقول له هات الموبايل. لكن انا بتكلم على انا بتعامل مع اني مرحله سنيه لازم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يجي ده من مرحله الطفوله المبكره. لسه من بدري وانا ببدا. نعم. بقول له انا معاك وبصاحبك وببص عليك عشان مصلحتك والموبايل له وقت محدد والوقت المحدد كذا وهنشوف احنا نشوف ايه مع بعض. انا لو غرست الكلام ده في التنشئه في فتره التنشئه زي ما يكون انا اكنه عجينه انا بشكلها بايدي. نعم. ولسه ما نشفتش فبالتالي زي ما بشكلها زي بتنشف بقى على بدايه المراهقه. تنشف خليها تنشف. سيبه. نعم. هما حبله على غريبة. نعم. مع الاشراف برضو لان حبله على غريبة انا سبته للشارع وسبته للمجتمع. فبالتالي تدخل هذا ويلقي. نعم. المسؤولية علينا كاباء وامهات ان احنا لازم يبقى في مرحلة الطفولة المبكرة اعمل كنترول ده لان انا لو حطيت قدامي المخاطر القادمة. ده الامهات النهاردة يا دكتور الى من رحم ربي. يعني عشان تخلص من زن عيالها بتسيب له موبايل. نعم. عشان نعم. ما ينزلش الشارع ويلعب مع عيالها ونيجي نشتكي بعد كده هو هيختلط ببيئه فاسده وكده. خد التليفون يا حبيبي وخد لك جنبه ونزوي. بالظبط. ده اللي بيحصل في كل البيوت. نعم. طب ما هو النهارده لو الواي فاي اتفصل عن البيت لسبب او لاخر. نعم. بتقوم حرب في البيت. طبعاً. الناس قاعده كده مش طايقه بعضها. وبعدين في حد طبعا قال لك انا عشان اجمع الناس بفصل الواي فاي يطلعوا من الغرف كلها اكن طلعوا من الجحور. تمام. فده بيحصل. نعم. فعشان كده بنقول ايه احنا المنهج واضح. التطبيق هو اللي صعب. نعم. اشكرك شيخ سالم في موضوع مشاهده الافلام الاباحيه وفكره رفض كتير من الاولاد ان ابوي رقيب عليه وانه نظام بتاع زمان ده يقول لك انت دقه قديمه وتفتح موبايل وتشوفه ليه انا ليا خصوصيه وانت ليك خصوصيه وكلام من هذا القبيل. كيف نستطيع ان نوفق بين هذا وفكره ان انا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي؟ طيب الجزئيه دي زي ما الدكتور تفضل كده هي محتاجه من البدايات يعني من الولد وهو صغير لازم نتربى على ان في قيم ان في حلال وحرام ان في ان انا ما اختبرش نفسي. نعم. ان انا الوسائل دي كلها انا طبيعي ان انا براقبها مش اجي مثلا بعد فتره معينه الولد يجي يتفاجئ ان انا النهارده انا عايز اراقبك النهارده انا جاي انا عايز اشوف انت بتعمل ايه. لا ما هو احساس الولد ان انت يعني مفيش ثقه فيا. نعم. او البنت مفيش ثقه. لا ديت بتعمل اشكال تاني. لا ده انا عايز ادي له الثقه وفي نفس الوقت يكون في رقابه. نعم. تمام.
طب انا مثلا ما بعرفش اشوف اي حد بيعرف في الحاجه دي. طب انا مثلا ما بعرفش اتابع الحاجه دي بعينها اشوف حد. في دلوقتي في برامج او في حاجات معينه بتبدا تراقب الحاجات اللي الولد دخلها او البنت دخلتها. لازم يكون في الرقابه دي. ان الجزء الثاني والاهم ان يكون في حاجه في البيت توعيه دينيه. يعني انا مثلا عندي مثلا كل يوم في البيت دي حاجه مقدسه عندنا كده قبل الاولاد ما تنام بنجيب قصه مثلا نبويه نجيب حديث نجيب كذا ونبدا نتكلم نتذاكر حوله. يعني اخد مثلا 5 دقائق ما طولش على الاولاد 5 دقائق اشرح لهم الايه القصه ويبدا هو الولد نفسه هو اللي يقول هو اللي يطلع الدروس المستفاده. جميل. هيبدا يطلع هو من الحياه الواقع بتاعه هو. يعني ممكن يقول حاجات هو بيعملها فبيقول ايه فيبدا بقى هو عايز بقى يقول حاجه كويسه. تمام. فتبدا انت من هنا تبدا تعرف المشاكل المشاكل اللي موجوده عند الولد وتبدا بقى تقول له طب دي صح طب دي غلط. مش لازم بقى اقول له اللي بيسمع الحاجه الفلانيه لا ده انا بطريق غير مباشر واخد بالك. والوقايه خير من العلاج. تمام. انا ابدا اخد بالي ابدا احط سيناريوهات للولد ده انه بكره هيعمل كذا. يعني مثلا ايه دايما اقول لاولادي ان انت هتروح المدرسه فهتلاقي الفاظ مش كويسه. أهيأه. مش يجي الولد يجي مثلا يعني ابني من اسبوع كده جاي يقول لي على لفظ فظيع خالص يقول لي بيقول لي كذا وقام ايه يعني ما رضاش يقول اللفظ العادي وقام قايل لي اللفظ الوحش. هو مش عارف يفرق ما بين الاثنين. أيوة. واخد بالك. فانا المفترض الطبيعي ان انا ابدا اوصل له الصوره بطريقه كويسه برضه ما زهقهوش من المجتمع بس ابين له السلبيات اللي موجوده ابين له الحاجات الخطأ زي مثلا موضوع الاباحيه. لازم الولد يفهم طبيعة الإباحية دي بتعمل إيه في المخ. لازم الموضوع ده مهم جدا. تأثير الدوبامين اللي موجود في جسم الإنسان اللي ربنا خلقه فينا محتاج أعرفه إن المقدار ده هو لو زاد عن حده هيأثر عليه زي اللمبة. اللمبة مثلا عندي كام واط كذا طب لو دخل عليها نسبة أعلى الإضاءة هتبقى شكلها جميل وهتحس كده لا ده اللمبة ديت ما شاء الله منورة قوي. بس ساعة أو اتنين هتفرقع اللمبة. لازم الولد يحس بالإحساس ده ويعرفه إنك أنت هتقعد على الحاجة دي هتشوفها هتحس بانتعاش هتحس بحاجة حلوة هيزيد عندك الدوبامين عن النسبة الطبيعية اللي ربنا خلقها فيك. طب ما عدتش هتكتفي بيها. طب أنا عايز أزيد فأزيد 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 توصل للإدمان توصل بقى أني وأبدأ أديله بقى أمثلة. لازم الولد حتى هو ماشي في يعني لو لا قدر الله واقع فيها يبقى عارف هو في أنهي مرحلة. يبقى ونقطة مهمة جدا معلش ضروري الأباء لازم تحسس دايما ابنك ان انت فاهمه كويس جدا. يعني مثلا الولد أنا مشرح له السيناريو اللي بيحصل لمخه وبيحصل ليه هيجي في وقت من الاوقات ده انا والدي كان بيقول الحته دي يبقى هو فاهم الوضع ده. يعني بس ساعه ما بتكلم مع الشباب واقول له ممكن تبقى بتصلي ومخلص صلاه ومستني تخلص صلاه وتروح تتفرج على الحاجه دي بيبقى عايز يقول لا انت جبتها منين ده انا فعلا بعمل كده. تيجي تقول لواحد مثلا متزوج تقول له ده انت ممكن تبقى يعني تمارس العلاقه الحميميه بينك وبين زوجتك وبعد كده تبقى عايز تدخل تتفرج يقول لك لا هو كان معايا وهو شايفني ولا ايه. فانت ما تحسسه ان انت فاهم الوضع اللي هو فيه كويس. اما تيجي بقى تقول له الارشادات لا ده انا خلاص كده زي اي دكتور. انا لو رحت مثلا للدكتور احمد المركز بتاعه وشخصني صح وقال لي انت بيجي لك كذا وبيحصل لك كذا وبيحصل لك كذا لما يجي يديني العلاج هبقى مقتنع بالعلاج. واخد بال حضرتك. فدي نقطه مهمه جدا ان احنا نفهم عقليه الشباب. دكتور احمد ايضا من ضمن الامور اللي بيعاني فيها اصحابها من الهشاشه النفسيه الملحد. الشاب اللي بيدخل الى عالم الالحاد واهله ما يعرفوش عنه حاجه لانه منزوي طول الوقت على الانترنت والموبايل وخلافه وفجاه يلاقي في بيتنا مشروع ملحد ان لم يكن ملحدا فعلا. وتبقى هنا مصيبه كبيره وكارثه كبيره في مجتمعنا. يجي يقول لك تعالى انقذني بعد ما يكون الامر وصل الى يعني مرحله صعبه جدا. يا ريت يقول تعالى انقذني. يا ريت كمان الملحد ده اللي بيوصل للالحاد يعني كان اسرته اوكي فعلا اسرته هي بتطلب بعد كده تقول الحقنا ده في بيتنا ملحد يعني. طب بيتنا ملحد جاي من فين؟ جاي ان هو عنده الثوابت عنده مفيش ثوابت. كان عندي واحد امبارح في العياده. فهو مش ملحد هو عمال عنده شك. مشروع ملحد. شك وعمال يقول لي ايه هو كل حاجه محتمله. ماشي فقلت له ايه كل حاجه محتمله يقول لي اثبت لي يا دكتور مش كل حاجه محتمله. فالنقطه دي قلت له انت دلوقتي هي كل حاجه لو انت خدت ان كل حاجه محتمله هتشكك في كل شيء وفي اصول كل شيء.
لكن في الآخر أنت دلوقتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أنت عندك الشكك ده، لما بقول واحد شاب في بيت، البيت ده منزوي، وهو أما أشوف أنا علامات، هناك علامات، كل أي علامات سواء الإلحاد أو السلوك الغير سوي أو الاضطرابات النفسية كلها بتتشابه في زي ما حضرتك تفضلت، في انزواء، في غربة، في تفكير انعزالي. التفكير الانعزالي ده جاي نتيجة إيه؟ جاي نتيجة إن هو مش لاقي إجابات واضحة في البيئة اللي هو فيها، فيبدأ إن هو إيه؟ إن هو شكوكه ديت وأفكاره اللي عمال يفكر فيها التي لم تبنى على ثوابت، فهو ما عندوش ثوابت، هو كل حاجة بتشكك فيها، ما عندوش ثوابت. ليه؟ لأنه هو في طريقة هو تقوله تعالى أتناقش معاك وأقول لك إن في ثوابت محددة، والثوابت ديت حتى الثوابت المادية اللي هو الله عز وجل، وكل كل شيء لابد له من خالق، وكل حادث لابد له من محدث، وكل الأشياء دي كلها ديت دي بكون بعيد عنها البيزك. دي أنا اتناقشت مع الولد اللي كان عندي امبارح 18 سنة في الحتة دي، لقيته زي ما بيكون بيسمعها لأول مرة. إيه ده؟ طب فين؟ فين فين الغربة اللي هو حضرتك تفضلت فيها ديت؟ كانت هو فين؟ وفين الأهل؟ وفين بقى التثبيت اللي فضيلة الشيخ اتكلم عنه، ان هو فعلا احنا بنربيهم ان في ثوابت وفي جزء ديني وفي جزء روحاني؟ عشان انا بكلمك ان ايه؟ ان جزء الصحة النفسية، الجزء الديني والعقائدي اساسي معايا في كلمة صحة نفسية. فلابد انا كأسرة اشوف الشاب او الطفل او الشاب المنعزل ده واشوف ايه اللي وراه، اتكلم معاه، اتكلم مع افكاره حتى اصل الى حاجة اقدر اتدخل فيها بدري برضو. صحيح. وحتى حتى لو جه متأخر مفيش مشكلة، خير أن ألا تأتي. صحيح، أحسن. فضيلة الشيخ سالم، سبحان الله، أحد أصدقائنا من أصحاب الوجهات يعني بيتصل بي من فترة بيبكي دمًا أنه فوجئ أن في بيته مشروع ملحد. ابنه بيكلمه، هو إيه الدليل على وجود الله عز وجل؟ وهو كمان لأنه بعيد نوعًا ما عن الاختلاط بالبيئة الصالحة والمشايخ والدعاء، لقى نفسه واقف عاجز أمام ابنه أنه مش عارف يرد عليه فعلًا. هو نفسه الحقوني الحقوني. بعد ما الولد ده خلاص بقاله الوقت 3-4 سنين في مرحلة الجامعة كلها بتعرف على شباب في سكة الإلحاد، قاعد على الإنترنت بسمع فيديوهات وشاهد فيديوهات كثيرة جدا في هذا المجال، فأصبح الولد الآن من الناس المعدودة في هذا المجال. إزاي نستطيع أن نقي أولادنا من هذه الفتن العظيمة؟ لأن الموضوع الوقت ما بقاش أفلام بحية وبس، ما بقاش عادة سرية وأمور من اللي كنا نعرفها ونسمعها طول الوقت، لا، بقى فيها أفكار دلوقتي أنت مش متخيل منك في يوم الأيام أصلا ممكن يكون كده. نقطة مهمة جدا في الجانب ده ناخد بالنا منها كأسر، زي ما قلنا برضو في موضوع الإباحية، الوقاية خير من العلاج. أنا محتاج برضو الوقاية في الإلحاد خير من العلاج أو أولى دلوقتي، اللي هو إيه؟ المفترض يكون عندي في ارتباط الأسرة بالقرآن. ده أمر هام جدا جدا جدا. دايما يكون في شرح لمعاني القرآن. ارتباط الولد حتى لو هو مش فاهم الحاجات دي دلوقتي، بس مع الوقت هتبدأ بقى هي دماغه الحاجات اللي كان بياخدها هو صغير، اللي كان بيدرسها، اللي كان أبوه بيقولها له، هي دي اللي هتبدأ ترد له على الحاجات الداخلية. ونقطة برضو مهمة، ما نحاولش ان احنا نستقل او نستهون بالكلام اللي الولد بيبدأ يقوله. يعني مثلا على سبيل المثال الولد مثلا يقول لك هو من خلق ربنا. تمام. لما تبقى مش عارف تجاوب ما تقولش للولد اي اجابه. ارجع لاهل الذكر وهم يقولوا لك. اديك مثال، انا مثلا ابني مثلا بيقول لي هو ربنا مثلا يقدر يخلق زيه مثلا انت ممكن تقول له اه وممكن تقول له لا، كلا الاجابتين غلط. الطبيعي ان انا لازم اصل عند الولد مثلا، انا بديك كمثال يعني، لازم اصل عند الولد ان ربنا مش مخلوق عشان يخلق زيه. جميل. يخلق زيه. واخد بالك؟ اصل انت قست نفسك بربنا. فلما قست نفسك بربنا قمت انت سأل السؤال ده. اما ربنا، الله ليس انت، ربنا مش انت، ربنا مش زي البشر. فما تيجي تقول لنفسك طب الحاجه ديت بتحصل ازاي، لو الولد بقى انا مفهمه
ومربيه على ان ربنا مش مخلوق، ليس كمثله شيء. نعم. ليس كمثله شيء. طب دي جبتها منين؟ حضرتك جاوبتها لي من القران. نعم. يبقى وانا بعلم ابني وانا بكلمه وبعوده بربيه على القران، هتقابله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هتقابله بقى ردود عن الوساوس والحاجات اللي بتحصل كتير. نعم. انا هبدا اجاوبها له من خلال مدرسه القران، وده امر هام جدا جدا. نعم. جدا. نعم. اشكرك شخصا جزيلا. الحقيقه الموضوع له طروحات كثيره. نعم. جدا وزوايا. نعم. كثيره. وعلى ان شاء الله ناخذ وعد كده، احنا نشكر لكم في لقاء اخر باذن الله. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير ضيفي الكريمين فضيله الشيخ سالم ابو غالي الداعي الاسلامي، كل الشكر والتقدير لفضيلتك. احسن الله اليكم، نورتنا وشرفتنا. ايضا كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور احمد كامل العواضي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، كل الشكر لحضرتك. شكرا لك، شرفنا بك. شرفنا بك الله يبارك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغيرها من حلقات من الحياه موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الرحمه، بعد عرض الحلقه مباشره ان شاء الله. ايضا الجدير بالذكر ان اللقاء او البرنامج موعده تغير، اصبح الاثنين والخميس بدلا من 11:30 اصبح البرنامج الان يذاع الساعه 10:30 بتوقيت القاهره. من هنا الى القاكم باذن الله في حلقه الاسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.